ايما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات، لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نادي الزمالك، وقبل مباراه صعبه وصعبه جدا على نادي الزمالك، غياب 11 لاعب، ضربه موجعة لنادي الزمالك قبل مباراته أمام نادي سموحة. نادي الزمالك تم الإعلان عن قائمة نادي الزمالك وغياب 11 لاعب دفعة واحدة عن نادي الزمالك، غياب أحمد سيد زيزو، غياب محمد حمدي، سيدنداي أو ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، أحمد حمدي، سيف الجزيري استبعاد فني، مهاب ياسر، سيف فاروق جعفر، ومحمد عاطف، ومحمود حمدي الونش. فرقة كاملة غايبة عن نادي الزمالك. سمعت اسم سيف الدين الجزيري؟ اسم سيف الدين الجزيري احسن تسعة في مصر، احسن تسعة في مصر زي ما بيدعي جمهور نادي الزمالك. استبعاد فني؟ لا، هو مش استبعاد فني، ولكن سيف الجزيري رافض يلعب مع نادي الزمالك الا لما ياخد مستحقات. ده اللي مش هتسمعه في الاعلام، ده اللي مش هتسمعه في البرامج الرياضية، هيتقال ان مستوى سيف الجزيري واقع، وان الراجل بيقرص ودن سيف الجزيري وبيستبعده عشان يستعيد مستواه، لكن الحقيقة ان سيف الجزيري متمرد، وما بين استبعاد فني ومتمرد شتان الفرق، شتان الفرق. لكن مش هتشوف حد في البرامج الرياضية يطلع يقول ان سيف الجزيري لاوي بوزه، وإن سيف الجزيري زهق من الوعود والتعهدات بتاعت إدارة الزمالك، واللاعب رافض يخش القايمة علشان ليه فلوس وليه مستحقات مالية لدى نادي الزمالك. دي الحقيقة اللي عمرك ما هتسمعها في البرامج الرياضية. كابتن أسامة نبيه ندمان على انتقال ابنه إلى نادي بيراميدز. كابتن أسامة نبيه اللي لما ابنه انتقل الى بيراميدز قال لك هو ده الاحتراف، هو ده الاحتراف، انا ابني لا قرشين زياده في نادي بيراميدز ما كانش لاقيهم في نادي الزمالك، فزمالك ما تزعلش مني، الحياه فرص وانا ابني انتهز الفرصه اللي جات له، ويبقى غبي لو ما انتهزش الفرصه اللي جات له، ياخد 4 5 6 اضعاف اللي بياخده في الزمالك، يرستق نفسه يروح يتجوز يشتري له فيلا ولا يشتري له شقه ويروق على نفسه. لكن النهارده كابتن اسامه نبيه لما ابنه فشل ذريع في نادي بيراميدز، وفشل ان يثبت نفسه في نادي بيراميدز، راجع النهارده يقول اتمنى ابني يرجع تاني نادي الزمالك. هو يا جماعه نادي الزمالك ده ملوش اهل بجد والله، هو النادي ده ملوش اهل، هو النادي ده ملوش حد يحافظ على كرامته؟ اللعيبه تبيع الزمالك وتروح تاخد فلوس وترجع عادي، تعال حبيبي تعال بابا، ولكم في الأمثلة كثر. يعني طارق حامد اللي فضل مدعي الإصابة ومش راضي يلعب عشان فلوس وعشان التجديد والإصابة التقديرية بتاعت طارق حامد، وطارق قدرني وقدرني يا سيادة المستشار عشان ألعب. النهاردة جمهور الزمالك هيموت على طارق حامد، بالرغم ان طارق حامد بيشطب كورة، لكن هيموتوا عليه، نسيوا اللي عمله طارق حامد. فرجاني ساسي باعك بدل المرة 2 وراح رفع عليك قضية، ومع هذا فرجاني ساسي يا سلام يرجع، ده حبيبنا، ده ابننا، ابن جزيرة العرب 100 عقبة. أشرف بن شرقي باعك بدل المرة 2 و10، ولكن كل لما أشرف بن شرقي يقرب يسيب فرقة تطلع الشائعات ويلا بينا نجيب اشرف بن شرقي يرجع لنا. يا ابني في حاجه اسمها الكرامه، الكرامه في حاجه اسمها الكرامه. لعيب شاطك مره ما تبصش عليه تاني، لعيب تف عليك مره ما تبصش عليه تاني، لكن جمهور الزمالك جمهور غريب. جمهور الزمالك بيدي الفرصه للناس دي انها تركب، هو عارف، اللعيب عارف هيبيع الزمالك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وأول ما يشوفوه فاضي هيقول لك تعالى يا ابني تعالى، احنا نسينا اللي فات تعالى. طب الكرامة، كرامة ايه وبتاع ايه؟ مفيش كرامة في الكورة، تعالى يا حبيبي تعالى بابا.
فانا عمري ما شفت كده قبل كده في النادي الاهلي. في النادي الاهلي رمضان صبحي احسن لاعب في مركزه في مصر لحد النهارده بيتحايل على النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقول لك شكرا بطلت. اتعلموا من النادي الاهلي يا جماعه، مش عيب، مش عيب ان انتوا تتعلموا من النادي الاهلي. سامسون اكينيولا دايما اعلام الزمالك خالد الغندور ومن على شاكلة خالد الغندور يقول لك الاهلي بيروح يجيب صفقات تعبانه واهدار للمال العام. سامسون اكينيولا اللاعب المجهول الهويه كلف الزمالك لحد النهارده 3 مليون دولار. انت متخيل؟ نادي مش لاقي اللضة، نادي مديون لطوب الارض، اتكلف في لاعب 3 مليون دولار ويا ريته عمل حاجه. يعني اكينيولا ده يا جماعه خلال الفتره اللي تواجد فيها مع نادي الزمالك سجل 5 اهداف في 37 مباراه. الزمالك دفع 3 مليون دولار عشان خاطر 5 اهداف، يعني الجون واقف ب 600 الف دولار، الجون واقف بحوالي 30 مليون جنيه او 27 مليون جنيه. انت متخيل؟ انت متخيل العته اللي احنا فيه؟ بتجيب لاعب ب 3 مليون دولار بيكلفك. واحد يقول لي 3 مليون دولار ازاي؟ اقول لك تعالى حماده، عقد سامسون اكينيولا مع نادي الزمالك 2 مليون ونص. نادي الزمالك دفع كام لنادي كاراكاس الفنزويلي؟ دفع حوالي 600 الف دولار ولا 700 الف دولار، ثم 11 الف دولار عشان ايقاف قيد بسبب 11 الف دولار بتوع حق رعايه، ثم بتيجي يمشي بياخد له حوالي 700 الف دولار 800 الف دولار غير السنه اللي عاشها في نادي الزمالك. هتجمع كله في الاخر هتلاقي في حوالي 3 مليون دولار. وتيجي تتكلم يقول لك اصل الاهلي اهدار للمال العام. طب الاهلي بيكسب بطولات؟ طب الاهلي بيدخل دخل يعوض الفلوس اللي بتروح؟ الاهلي بيشتري صفقه تعبانه لكن في صفقه تانية بيجيبها بتكسب، بيجيب بيدخل له اضعاف الرقم اللي دخلته، زي مثلا اليو ديانج، زي النهارده وسام ابو علي. الاهلي جاب وسام ابو علي بمليون ونص تقريبا او مليون 800 وعلى اقساط. النهارده النادي الاهلي عنده عرض من احد انديه الشامبيونشيب الدرجه الثانيه في انجلترا والدوري الالماني، والاهلي طالب 8 مليون يورو، 400 مليون جنيه في وسام ابو علي، والغاوي نقط بطاقيته 8 مليون يورو في وسام ابو علي، اللاعب اللي ما كملش سنه عندك، اللاعب اللي جه في نص موسم خد هداف الدوري، وكل الانظار دلوقتي على وسام ابو علي، واللي لو استمر كمان وكمان خصوصا في كاس العالم للانديه الاهلي ممكن يطلب 10 و12 كمان في وسام ابو علي. اتمنى اللاعب يستمر حتى كاس العالم ويتالق في كاس العالم ويجيب دخل اعلى من ال 8 مليون يورو اللي طالبها النادي الاهلي. الزمالك يا جماعه من ساعه ما الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك محترم، ساعه ما قال ان الزمالك اكبر قلعه، ومن ساعتها عينك ما تشوف الا النور بجد والله العظيم، وكانها اصبحت لعنه، لعنه تصيب نادي الزمالك من ساعه ما اطلق لقب الزمالك اكبر قلعه في مصر. الزمالك فسخ عقد محمد طارق بدون علمه وطلع فضح الزمالك. الزمالك فسخ عقد علي ياسر وطلع فضح الزمالك. الزمالك ما عليكش الولد اللي اسمه يوسف حسن وطلع فضح الزمالك. التلاتة بتوع الزمالك اللي اتحبسوا عبد الواحد ومصطفى شلبي ودونجا وقف قيد بسبب جيمي باتشيكو، احتواء محمد عادل لنادي الزمالك، كل ده بعد ما طبعا غير خسارة السوبر المصري امام النادي الاهلي، كل ده من ساعة ما قال اكبر قلعة رياضية في مصر.
ما بيديش الناس حقوقهم، ايقاف قيد، اكبر قلعة في الاحتواء، كل ده على نادي الزمالك. تعال نروح لاحمد حسام ميدو اللي كان منفعل جدا بعد فوز النادي الاهلي، وزي ما قلت لكم قبل كده حذاري من اتنين، حذاري من ميدو وحذاري من الغندور. الاتنين دول لو طلعوا حلفوا على مصحف انهم هيكونوا محايدين اوعى تصدقهم، لو طلعوا حلفوا بالطلاق انهم هيكونوا محايدين اوعى تصدقهم، لان السوابق كتير واللي في القلب في القلب، ملناش حكم على قلوبنا، ملناش حكم على قلوبنا. هم بيكرهوا كره دفين للنادي الاهلي، فاوعى تصدق في يوم من الايام ان الاتنين دول ممكن واحد منهم يكون محايد. ميدو بيتريق على محمود البنا حكم فار مباراه الاهلي وزد، قال لك واحده من اهم شروط تعيين اي مأذون شرعي ان يكون حسن السمعه، اول مره اشوف مأذون معدوم الضمير، وعامل هاشتاج زد الاهلي والدوري المصري. ميدو قال ان الاحداث اللي بتدور دلوقتي على المشاع بتبين لك ليه الزملكاويه معتزين بزملكاويتهم، بكل بساطة لأن البطولة اللي بيفوز بيها الزمالك في وسط هذه الأجواء بمليون بطولة، ودلوقتي العالم العربي كله بقى شاهد علينا إنك تفوز ببطولات في عز الإرهاب المعنوي اللي بيحصل لكل المسؤولين، ارفع راسك فوق أنت زملكاوي. فعلا يا جماعة الزمالك بيعاني، الزمالك بيعاني من انعدام الاحتواء. البطولة في الزمالك بمليون بطولة بره، لأن الزمالك ما بيكسبش بطولات بمجهود، بيكسبها بالاحتواء، والاحتواء ما بيحصلش مرة كل سنة، لا كل 3 4 5 سنين. فالبطولة بيبقى ليها قيمة عند نادي الزمالك لأنه كسبانها مش بعرق جبينه، كسبانها باحتواء ما بيتكررش كتير. نادي الزمالك ارجع، ارجع لآخر 3 دوري كسبهم نادي الزمالك وشوف كم الأخطاء التحكيمية الفجة المقصودة المتعمدة في آخر 3 بطولات دوري، هتعرف الزمالك قد إيه البطولة في نادي الزمالك بمليون بطولة من اللي بره. طبعا هو هنا بيستعطف الدول الخليجية عشان تقف تساند الزمالك. زمان أشقائنا في الخليج كانوا بيصدقوا الكلام ده قبل السوشيال ميديا والقنوات الفضائية والكلام ده كله، كانوا بيصدقوا إن الزمالك فعلا مظلوم، وإن الزمالك فعلا مضطهد، وإن البطولة اللي بيكسبها الزمالك بألف بطولة من اللي بيكسبها النادي الأهلي. لكن لما الناس بقى شافوا واتضحت الرؤية بشكل جيد، عرفوا ان في مجموعة من الكذابين المدلسين الافاقين اللي بيلعبوا على وتر ومشاعر اشقائنا في الخليج، وشافوا بام اعينهم مين الاهلي ومين غير الاهلي، وشافوا ازاي الاهلي بيكسب باداء، بمجهود، بتنظيم، بادارة، بلاعبين، بجمهور، وازاي اندية تانية من اللي كانت بتدعي زورا وبهتانا ان هم مظلومين، لما بيكسبوا بطولة بيكسبوها بالتحكيم. ميدو عايز يستعمل الناس كلها عشان الدنيا مقلوبة على مجاملة نادي الزمالك، الدنيا مقلوبة على مجاملة نادي الزمالك. فميدو عايز يتوه الناس ويشتت تركيزهم وانتباههم عن مجاملة الزمالك بأن هو الزمالك مظلوم يا ولده، الزمالك مظلوم يا ولده، الزمالك محطوط عليه يا جماعة، الزمالك مظلوم يا جماعة، الزمالك البطولة اللي بياخدها ب500 بطولة من اللي بيكسبهم النادي الأهلي وبمليون بطولة، لأن الزمالك لما بيكسب بيكسب بعرق جبينه، بيكسب بعرق جبينه. أنا بطالب ميدو وإدارة الزمالك وجمهور الزمالك، اطلبوا حكام أجانب طالما التحكيم المصري صعب قوي كده، اطلب خبير أجنبي يجي يدير منظومة التحكيم. لكن البكائيات واللطميات عيب، عيب. اطلع قول انا عايز حكم اجنبي، اطلع قول عايز خبير تحكيم اجنبي، لكن اصل البطولة عندنا بمليون بطولة ده شغل، مش عايز اقول شغل تلقيح. خلصت اخبارنا وما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.